كرة الأوريو حلى لذيذ وسريع. نزلت امبارح فيديو على السريع بموسيقى من دون أي شرح، واليوم هيدا تكملة الفيديو. هقولكم بالتفصيل كيف سوينا هيدا الحلى اللذيذ. استخدمت 4 أكياس من الأوريو وملعتين كبار من الجبنة السائلة، ممكن نستبدلها بجبن مربعات أو حتى قشطة، وعندي شوكولا للتغميس لازم تكون نوعيتها منيحة. حطيت قطع الأوريو بالمطحنة وأطحنهم كم ثانية بس ليتفرفدوا ويصيروا بهيدا الشكل، ما بدي طلع منهم الزيت يعني ما بدي نطحنهم كتير. وضفت عليهم الجبنة، الأفضل أن نضيف الجبنة ملعة وأشوف حاجة العجين حتى ما تصير عندي إياها رغوة كتير. هلأ بدهن إيدي شوية زيت وبدي بلش كور كرات الأوريو بالحجم المناسب أو الحجم يلي أنتو بتحبوه، وبحطهم على ورقة زبدة. نقطة الزيت اللي دهنتها بتسهل عملية التشكيل حتى ما تلزق بإيدي. وهلأ بدي أحطهم بالبراد نص ساعة حتى يتماسكوا زيادة، وبهيدا الوقت رح دوب الشوكولا. حطيتهم بالميكروويف 2 أو 3 دقايق وبرجع بحركهم ليدوبوا. فيكن دوبون على حمام بخار مائي. لازم تكون نوعية الشوكولا كتير منيحة لتعطينا طبقة مغلفة للأوريو قاسي وبتقرمش، فلازم تكون النوعية جيدة. هلا بحط كرات الأوريو بصحن الشوكولا وبحطهم برجع على ورقة زبدة. لازم يكون في عنا ورقة زبدة حتى ما يلزق الشوكولا إذا حطيناهم على الصحن مثلا وينتزع شكلهم. حطيت عليهم كمان شوي رشة من الأوريو، وبعد ما حطيتهم بالبراد ساعتين صاروا عندي جاهزين. قطع الشوكولا اللي بتكون على الدواير بشيلها بإيدي بكل سهولة، وهيك صار عندي كرات الأوريو كتير طيبين. جربوها، حلى لذيذ وسريع بثلاث مكونات بس، أكيد هتعجبكم وتعجبوا ولادكم. هاي وصفتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين، وأنا بشوفكم بوصفة تانية. وصحتين وألف عافية.